ملي كنتكلموا اليوم على مدينه اسفي ما يمكنش نعزلوها على ليكوسيستيم كامل، خاصه على مستوى الاقليم. اسفي هي المدينه شاف دو ليو كيف تنقولوا، هي المدينه الكبيره في الاقليم، ربما هي 90% من الموارد، ربما هي 50% من الساكنه في الاقليم كامل، فهي في صلب الاقليم. الموارد الطبيعيه والبشريه اللي ممكن تحرك العجله الاقتصاديه هي منتشره في الاقليم كامل، وبالتالي خصنا نكون عندنا واحد الرؤيه شموليه. تكلمتوا لي على التشخيص، اكيد ما يمكنش تكون عندنا رؤيه الا ما كانش تشخيص. انا التشخيص ديال مدينه اسفي كنختصره في جوج الحويجات. مدينه اسفي اكبر نسبه البطاله في المغرب، هذا اول حاجه، ربما بين 18 حتى 20% اكبر نسبه في المغرب كتعرفها مدينه اسفي ديال البطاله. مدينه اسفي في نفس الوقت المدينه ربما الاكثر غنى بالموارد الطبيعيه على المستوى، انا كنقول على المستوى الوطني ماشي غير الاقليم، على المستوى الوطني غون جيزمون ديال القبص كاين في مدينه اسفي، المعامل الكبرى ديال لو سي بي كاينه في مدينه اسفي، غون سونترال كاينه في مدينه اسفي. حقا مدينه اسفي بور اليوم كبير ميني ديال في مدينه دو بور، اسفي فيها دو بور، داروا مشاريع كبرى في مدينه اسفي، ولكن علاش هذه المشاريع ما خلقاتش هذيك الديناميه الاقتصاديه اللي كانت مرجوه؟ علاش؟ لانه هذه المشاريع الكبرى ما ديفلوباش في لونتوراج ديالها هذيك المشاريع الصغرى ديال المقاولات المتوسطه والصغيره. هاد المشاريع الكبرى ما تانتيغراتش في لو ميليو سوسيال وايكونوميك ديال المدينه نفسها. وحنا عندنا واحد العتاب اليوم على مجموعه من الفاعلين الاقتصاديين الكبار في المدينه، اللي كتلقى مثلا الا جينا نشوفوا معاهم تلقى لي بريستاسيون اللي تيعطوا الشركات غتلقاها كتجي من الدار البيضاء وكتجي من مراكش وكذا، وهذا هو المشكل الاساسي في مدينه اسفي. ملي تنتكلموا ايضا على الهويه ديال اسفي، واش بغيناها تكون مدينه صناعيه ولا مدينه سياحيه ولا مدينه، هذا اليوم ما كايناش، ما يمكنش نقولوا هذه مدينه مختصه في السياحه ولا هذه مدينه مختصه. اسفي عندها جميع المؤهلات، وكاع المؤهلات اللي عندها خصها تستغلها. اسفي عندها مؤهلات سياحيه اللي ما كايناش عند مدن اخرى، خصها تستغلها. عندها مؤهلات سياحيه في المدينه نفسها وفي المدينه القديمه ديالها، عندها مؤهلات سياحيه في الشريط الساحلي الشمالي كله حتى الاير حتى الحدود مع الوالديه، خصها تستغلها. اسفي عندها مؤهلات صناعيه بحكم ان فيها دو بور، فيها الجيزمون ديال القابس، فيها المعادن اللي كتلقاها هنا كتصايب غير هنا، خصها تكون مدينه صناعيه. اسفي 50% من البروديكسيون ديال سكي اليمونتير يعني السرديل وغيره، 50 لاغرو اليمونتير 50% من الانتاج الوطني. فما يمكنش نجيو نقولوا اليوم اسفي راه غتكون صناعيه او لا غير سياحيه، اسفي غادي تكون لي دو. وايضا ما ننساوش الهويه الثقافيه والروحيه ديال المدينه، راه ملي تنتكلموا مثلا على فاس كنمشيو ديريكتومون لهذيك الهويه الروحيه واللي هي جالبه نفسها للسياحه. حتى اسفي راه عندها هذا الشيء، اسفي راه تاريخ قديم، عندها واحد الهويه روحيه وتاريخيه اليوم خاصها تبرز عن طريق ديزيفينمون اللي كيداروا كبار، عن طريق مهرجانات كبار، عن طريق واحد العمل جمعوي اللي برز هذه المؤهلات ديال المدينه. على المستوى الاقتصادي، لانه كنرجع وكنقول بانه العجله الاقتصاديه والايكو سيستيم كيديفلوبي بعضياته. اليوم ملي غتحرك على المستوى الصناعي اوتوماتيكمون غادي تحرك المدينه على المستوى السياحي. الوغ كمسؤولين على المدينه او على الاقليم، شنو اللي خصو دير؟ خص تكون بعدا واحد الاستثمارات الجالبه. اول حاجه خص نفتحوا المدينه على مستوى الكونيكتيفيتي ديالها، يعني على مستوى الطرقان. كاين واحد البرنامج اليوم مهم، فيه واحد دوبل فوا لوطوروت، فيه دوبل فوا لسبت كزوله، فيه لي لارجيسمون
والغونفورسومون ديال الطريق من الوالديه حتى الحدود ديال الاقليم صويره. هذا البروغرام اليوم تعطل بسنوات خصو يخرج للوجود، هذا غير فعلا. ثانيا يعني بشكل غير مفهوم، تنقول لك بشكل غير مفهوم، رغم هذه المؤهلات الصناعيه والاقتصاديه اللي كنهضروا عليها في مدينه اسفي، مدينه اسفي باقا ما كتوفرش على ان زون اندستريال. اليوم كاين جوج المناطق اللي ممكن يكونوا فيها مناطق صناعيه، كاينه منطقه صناعيه في خط زكان، وكاينه منطقه صناعيه كبيره في خط في ولاد سلمان. كنظن اللي ممكن يمشي بواحد السرعه هو المنطقه ويتاجر اول الاول هو المنطقه الصناعيه ديال خط زك. اليوم كاين شراكات مع على مستوى الجهه، وكاين تفكير جدي على اساس انه تيراي اللي ديجا اكي في خط زك، واحد تقريبا ما بين كاينه شي 60 هكتار المنطقه الصناعيه وشي 40 هكتار او العكس الانزون لوجيستيك. اليوم على مستوى الجهه كنفكروا بانه يدبروا عن طريق يعني بشراكه مع لا شومبر دو كوميرس فرونسيز اتسيتيرا. دونك كاين التفكير في هاد الامور، وكنظن بان المنطقه الصناعيه الاولى اللي غتخرج للوجود هي ديال خط ازكان. هاد المنطقه الصناعيه اليوم اللي غادي تخرج وغادي تربط مع البور راه غتعطي واحد الديناميه جديده للاقليم. اليوم صدقوني كاين واحد المجموعه من المستثمرين كيجيو لمدينه اسفي كيبغيو يستثمروا فيها، ما هي دين عده ما تلقاوش فين نوطنوا، ديروغاسيون ما بقاتش، وما تتلقاش ان زون اندستريال اللي اميناج ما تتلقاش فين تعطي. اليوم راه دازت على المستوى القانوني لا زون اندستريال ديال سي تي جي، وهي خاصه بداك الشيء ديال القبس، حتى هي مهمه غتحرك يعني العجله الاقتصاديه على مستوى الاقليم. ولكن المشروع الكبير اللي اليوم ما خاصش شي واحد يتباطأ فيه، وانا كنشير هنايا بالاساس لوسيبي، هو المنطقه الصناعيه الكبيره ديال ولاد سلمان. المستقبل ديال الاقليم كامل وديال المدينه هو ولاد سلمان، وبالاساس المتدخلين الكبار على راسهم لوسيبي زعما ما خصهمش يديروا ان با اون اغيير بالنسبه لهذيك المشاريع اللي التزموا بها تما في هذيك المنطقه الصناعيه، لان هي مشاريع كبيره وواعده. اولا خص هذوك اللي كي يكملوا ديال الميناء الجديد في ولاد سلمان، وخص تولي منطقه صناعيه كبيره تما على شاكله ما يقع في الجرف الصفر. اوتوماتيكمون ملي غتولي هذيك المنطقه الصناعيه بحكاك غادي ديفلوبي واحد مجموعه من الشركات، غادي ديفلوبي ديزاكتيفيتي اخرين، وغادي دور العجله الاقتصاديه. وغنرجع نربطها بانه هذا الشيء هو اللي غادي ياثر على باش بدينا الاول التشخيص الاول، قلت لكم ان اسفي كتعاني من اكبر نسبه ديال البطاله على مستوى المغرب. هذا الشيء هو اللي غادي يخلي بانه نسبه البطاله غادي تنزل، الرواج الاقتصادي غادي يرتفع في المدينه، وغادي ممكن يداروا استثمارات سياحيه في المدينه، واستثمارات ما نساوش عاوتاني على المستوى الاجتماعي، الصحه والتعليم. اليوم راه ولاد اسفي نفسهم تيخرجوا من اسفي على قبل التعليم، ما تيلقاوش مدارس في المستوى احيانا، وما تيلقاوش مستشفيات في المستوى، وتيمشوا تيخسروا فلوسهم في مراكش وفي الدار البيضاء والى اخره. دونك ملي غتحرك هذه العجله الاقتصاديه في هذا الايكو سيستيم كامل، اوتوماتيكمون غيجوا الناس غيديروا هذه الاستثمارات، وحتى المدينه غتعرف واحد الانتعاشه اقتصاديه كبيره جدا. اليوم داخل المدينه على مستوى التاهيل الحضري شنو خاص؟ هذا الشيء قلنا بشكل عام، وما ننساوش بشكل عام، لان حتى على المستوى المركزي خاص انصاف مدينه اسفي. انا في لقائي مع السيد سينيزار بركه وزير تجهيز قلت لنا جي توجور با كومبخي علاش لي زوتوروت ديما في العالم لوطوروت الاولى كتمشي على الساحل، علاش حنا اليوم واسفي عندها فرصه ان تكون هي حلقه الوصل ما بين شمال المغرب والجنوب ديالو، وجينا دائما اون ديتور اسفي. لوطوروت باش تمشي لاكادير خصني ندور مراكش، تي جي في والترا الى اخره خصني ندور لمراكش. واليوم ما الحمد لله بالقياده ديال جلاله الملك نصره الله، ما سيقع في اكادير وما سيقع في الجنوب غتكون واحد زعما واحد انطلاقه اقتصاديه جديده في جنوب المغرب وكذا. واسفي ما بغيناش عاوتاني تضيع هذه الفرصه ديال انها تكون هي حلقه الوصل ما بين الشمال ديال المغرب والوسط ديالو وما بين جنوبه.
وبالتالي خص تصحيح هذا الوضع وخص انصاف مدينه اسفي. وانا هادشي قال الكلام قلتو للوزير، خصنا نفكروا في ان اسفي على مستوى مشاريع كبيره تكونيكت حتى هي بين اوتوروت الصويره والاكادير والمراكش، وخصنا نفكروا بان لا لين فيغوفيا يعني السكه ديال التران خصها تكمل من الجديده لاسفي ومن اسفي للجنوب المغرب، ثم على مستوى المدينه داخل لامينا يعني لاميناجمون اوربان ديال المدينه نفسها. تعرفوا الاخوان بان المدينه ما استفدتش من شي مخطط ديال التاهيل الحضري من 2013، وهذا المخطط كان فيه حاجه، كان شنو كان فيه؟ داروا فيه هما اللي داروا فيه المداخل المدينه بثلاثه، ربما ديال طريق حد حراره، ديال طريق الثلاث، وديال طريق سبت كزوله. هادشي اللي استفدت منه المدينه من 2013. فاليوم جا الوقت باش مدينه اسفي تستافد من واحد البرنامج اللي يكون متكامل وكبير ديال التاهيل الحضاري داخل المدينه، اللي يكملوا فيه المداخل ديال المدينه اللي باقي ما كملوش. باقي تنهضروا على طريق دار قيس عيسى، باقي تنهضروا على المدخل الجنوبي فيغ لو سي بي، باقي تنهضروا على المدخل ديال سيدي بوزيد نفسه. راه باقي عندنا، راه في سيدي بوزيد راه باقي عندنا بعض المناطق اللي خصنا نستغلوها. راه باقي عندنا برج الناظور، برج الناظور راه ممكن يكون فيه واحد الكورنيش تاهو بمواصفات رائعه، وهذاك راه مدخل المدينه تاهو خصو يتهيئ وتاميناجا. الشوارع الكبرى في المدينه اليوم حالتها جد مهترئه، لا على مستوى البنيه التحتيه ديالها، لا على مستوى لي جيراتوار لي رون بوان كيفاش دايرين. لي بلاص في المدينه ما كاينش، خصنا واحد الاستثمار. لي باركينغ اليوم مشينا ولي وانا كنت ديما ضد هذه المساله، اننا كنكريو لا فوا بيبليك وكنقولوا ستان باركينغ. انا هذه المساله دائما كنت ضدها، وعندنا خصنا نعاودوا نروحوا نناقشوها مع الاخوان ديال المجلس واخوان ديال المكتب، انه راه ما يمكنش اليوم نبقاو نمشيو لواحد لا فوا بيبليك ونجو نقولوا للمواطن هذا راه باركينغ يبقي يخلص. المواطن يقدر ينزل يشري غير نسيطرو تحليب وليداتو ويجي يخلص عليه، يخلص جوج دراهم. فالمدينه لا بد اليوم تكون واحد الرؤيه متكامله، يكونوا فيها دي باركينغ سوتيرا، يكونوا فيها دي سباس فير في المستوى، يكونوا دي بلاص في المستوى. على مستوى الوثائق التنظيميه اللي خاصه مدينه اسفي، من بين اللي كنت انا ديما كنت كنتكلم عليها هي ان بلون سيركيلاسيون، ان بلون سيركيلاسيون او دو موبيليتي كيف سميتيه في المدينه، اللي كنت فيه دراسه حقيقيه. حيت حنا كنا كنشتغلوا مع الاخوان في اطار لجنه المرافق في المجلس السابق، وتنبداو كل مره تناقشوا وتنقولوا غنسدوا هذه الزنقه، نحلوا هذه الزنقه، هنا كاين زحام، داك الشيء بشكل عشوائي. اليوم خص الامور تكون شويه بدراسات علميه وتقنيه، يكون ان بلون سيركيلاسيون في المدينه اللي يقول لنا ها كيفاش المدينه خصها تمشي، هاد الطرق خصها توسع، هاد الطرق خصها تسد تولي في سونس واحد الى اخره. هذه من بين الوثائق اللي تنقول انها ضروريه ومن الدراسات اللي خصها تنطلق في القريب العاجل في مدينه اسفي. من بين الوثائق ايضا اللي خاصه، باقي اسفي ما عندهاش ان شيما ديريكتور ديال ليكلاراج بيبليك. اليوم راه حنا تنهضروا بشكل عشوائي، هنا خص يكون لاد، هنا ماشي مشكل، هنا خص يكون الضوء بزاف، هنا الضوء قليل. المدينه اليوم خص تولي من وثائق التعمير ديالها هو واحد كنسموه ان شيما انصدال شيما ديريكتور ديال ليكلاج بيبليك اللي كينظم الاضاءه في المدينه، تيفرض اللاد مثلا باغتو او لا غير في لي غون التير ديال المدينه، تفرض هنا غيكون واحد ليكليراج دومبيونس، هنا غيكون واحد ليكليراج اللي قليل الى اخره. هذا من بين ايضا الوثائق واللي مساله مخالفه للقانون اللي ما كتوفرش عليها الجماعه، هي مخطط التدبير الجماعي لتدبير النفايات. وهذا من بين الامور اللي وقفنا عليها واللي خصها هذه السنه في السنه الاولى خصنا نلونسيو الدراسه ديالها. النفايات، لانه اليوم لا تدبير النفايات بصفه عامه، كيفاش كدير لا كوليكت، كيفاش كديها اسمو عليه لا ديشارج ديالك، الواد الحار يعني المياه العادمه فين كديها، فين كتقويها الى اخره. دونك اليوم كاين المخطط تدبير النفايات على المستوى الاقليم وعلى مستوى الجهه، خصك تانسبيرا منه، والجماعه ديال اسفي حتى هي خصها دير مخطط ديال تدبير النفايات.